السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وانا وسعادة كده. في الفيديو النهاردة ان شاء الله يا جماعة احنا هنتكلم على فايدة قوية جدا جدا جدا، واتحدى ان فعلت هذه الفائدة ولم يرزقك الله ولم يقصر الله في رزقك ولم يرزقك الله السعادة والفرحة والسكينة ولم يمنع الله عنك الحسد والسحر، لو انت كان عندك حسد او سحر. الفايدة دي يا جماعة اللي هنتكلم فيها النهاردة قوية جدا جدا جدا، وتحدث عنها بعض العلماء ومنهم الدكتور علي جمعة اللي هو كان مفتي الديار المصرية السابق. والفايدة اللي هنتكلم فيها كمان يا جماعة من الميزات بتاعتها ان هي بتتعمل في يوم واحد بس، والفايدة دي قوية جدا 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 بإذن الله. افعل هذه الفائدة واقرأ الحاجات اللي انا قولها لك دي يوم الجمعة، بإذن الله يا جماعة هتتفاجأ بما يحدث لك بعدها من جلب الرزق ودفع للنحس وجلب للحظ ودفع للحزن. ده يا جماعة انا عايز اقول لكم الفايدة النهاردة يا عبد الله بتنفع لمين؟ يعني الفايدة اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة دي تنفع لمين؟ الفايدة دي يا جماعة اولا تنفع لكل فتاة تعطل زواجها. الفايدة دي تنفع لأي حد مهموم او عنده حزن او عنده كآبة او مكتئب او حاسس ان الدنيا مقفلة معاه ونفسه ربنا يرزقه. الفايدة دي ايضا يا جماعة تنفع لأي حد عنده هدف او عنده حلم او نفسه يوصل لحاجة معينة، يدعي بالفايدة دي وبإذن الله سيتحقق ما يدعو به إن شاء الله. وقبل ما نبدأ في الفيديو يا جماعة، يا ريت لو أنت جديد كده في القناة تشترك في القناة، ولو أنت معانا كده في القناة تضغط على زر اللايك وتدعو لنا كده بالتوفيق. وعشان ما أطولش عليكم يا جماعة نبدأ على طول في ذكر الفايدة تفصيلا بإذن الله. في البداية يا جماعة في شروط للفايدة دي، يعني لما تيجي تعمل الفايدة في شروط المفروض أنت تراعيها وأنت بتعمل الفايدة دي. طب إيه يا عبد الله الشروط اللي لازم أعملها عشان الفايدة دي بإذن الله تنجح معايا؟ أولا زي ما قلت لكم يا جماعة لازم تكونوا في يوم الجمعة، دي أول حاجة، دي مهمة جدا نكون في يوم الجمعة. تاني حاجة لازم تكون طاهر الثياب والبدن، يعني مثلا لو أنت فتاة وعندك عذر شرعي لا يجوز لك أن تفعلي هذه الفائدة، يجب من يفعل هذه الفائدة أن هو يكون طاهر الثياب والبدن. ثالثا ودي مهمة جدا يا جماعة لازم تكون متطهر ومتطيب بمسك، لازم المسك يا جماعة زي ما قلت لكم مرارا وتكرارا المسك من الروائح التي يكرهها الجن والشياطين، فلو انت حاطط مسك مفيش شيطان ولا جن ولا مارد ولا حتى العامر بتاع البيت بتاعك لو كان كافر ولا كده محدش هيعرف يشوش عليك ولا حد هيعرف يفسد عليك العمل، لازم يا جماعة المسك زي ده كده. يا جماعة المسك اهو زي ده كده، هو ده المسك، بفتح المسك كده مثلا وما بحطش كتير، انا بحط مثلا في ايدي كده يكفي فقط في اليد، ويكفي فقط احطه هنا اللي هي في مكان النبض، مكان النبض هنا يا جماعة، بعد ما بحطه كده بعمل كده بس وكده كده انا تطيبت وتطهرت بالمسك. يبقى اذا يا جماعة قلنا لازم يوم الجمعة ولازم نكون طاهرين الثياب والبدن، وايضا لازم نكون متطهرين بمسك. طب هنعمل ايه يا عبد الله في الفايدة دي؟ اولا بعد صلاة الجمعة على طول، بعد ما تصلوا الجمعة على طول، سواء تصلوها في البيت كأربع ركعات او تصلوها في المسجد، بعد صلاة الجمعة على طول يا جماعة تقعد في غرفة، ويفضل ان تكون منفردا في هذه الغرفة، يعني تحاول تقعد في حتة تكون لوحدك بحيث تقرأ بصوت مسموع، محدش يبص عليك محدش كده، لا تقرأ بصوت مسموع. يبقى اذا بعد صلاة الجمعة على طول تبقى قاعد، وزي ما قلت لكم يا جماعه يفضل ان انت تكون قاعد لوحدك. طيب بعد ما ابقى قاعد يا عبد الله لوحدي هعمل ايه؟ صلي ركعتين بنيه انجاح العمل، مهمه يا جماعه لازم تكون مستحضر النيه، يبقى تصلي ركعتين بنيه انجاح العمل اللي انت هتعمله يوم الجمعه. يبقى بعد صلاه الجمعه زي ما قلنا هنصلي ركعتين بنيه انجاح العمل اللي احنا هنعمله، بعد ما نصلي الركعتين على طول ما نكلمش اي حد ولا نكلم حد جنبينا ولا كده، نفضل على طول قاعدين في مكاننا ما نتحركش بعد ما نخلص الركعتين على طول. وطبعا يجوز ان انت تكون كاتب الخطوات بتاعه الفايده وتقرا منها عادي ما فيهاش مشكله. بعد ما تخلص الركعتين على طول هتقرا سوره ألم نشرح لك صدرك 40 مره بالعدد، ولا تزيد ولا تنقص، مهم يا جماعه 40 مره، ده ناس علماء كتير قالوا العدد ده ليه سر كبير جدا. يبقى اذا 40 مره بالعدد. بعد ما تخلصوا ال 40 مره يا جماعه هتقولوا الاسم اللي هقوله لكم ده 129 مره بالعدد. وعلى فكره يا جماعه هذا الكلام اللي انا قلته يعني تفاجأت حتى بعد ما قرأت وجبت الفايدة، تفاجأت ان اللي كان قايله برضه كان الدكتور زي ما قلت لكم علي جمعة اللي هو مفتي الديار المصرية السابق قال هذا الكلام. فده بقى يا جماعة عشان الناس اللي بتقول لي عبد الله الأعداد ومش الأعداد، زي ما قلت لكم يا جماعة الأعداد لها أسرار، تمام يا جماعة؟ يبقى زي ما قلنا 40 مرة سورة لم نشرح لك صدرك، بعدها تقول يا لطيف 129 مرة بالعدد ولا تزيد ولا تنقص، يبقى تاني تقول يا لطيف 129 مرة بالعدد ولا تزيد ولا تنقص، بعد ما هتقول ألم نشرح لك صدرك. طيب أنا يا عبد الله قلت ألم نشرح لك صدرك السورة قلتها 40 مرة، بعدها قلت يا لطيف 129 مرة، أعمل إيه بعد كده يا عبد الله؟ هتقول الدعاء اللي أنا أقوله لك ده، هتقول الدعاء اللي أنا أقوله لك ده سبع مرات بالعدد،
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. تقول الدعاء ده يا جماعة 7 مرات بالعدد. طب اذا انا دلوقتي قلت سورة ألم نشرح لك صدرك 40 مرة بالعدد، وبعدها قلت يا لطيف 129 مرة بالعدد، بعدها قلت الدعاء اللي هي اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك، قلته 7 مرات. طيب بعد ما اعمل الثلاث خطوات دول، بعد ما تعمل الثلاث خطوات دول، قوم من الغرفة اللي انت قاعد فيها او من المنزل اللي انت قاعد فيه، واخرج من المنزل. اخرج من الايه دي مهمة، اخرج من المنزل بتاعك. طيب انا خرجت من المنزل بتاعك، بل روح اشتري اي حاجة، اطلع، المهم اطلع من المنزل. ممكن تطلع من المنزل وتخش تاني. طيب بعد ما اطلع من المنزل بتاع عبد الله اعمل ايه؟ بعد ما تخرج من المنزل على طول تدخل المنزل بتاعك تاني وتخش برجلك اليمين، وانت داخل، وانت داخل تقول قل هو الله احد، اللي هي سورة الاخلاص، تقرأها 3 مرات بالعدد. طب ليه يا عبد الله نطلع اخرج من منزلي وادخل تاني واقول سورة الاخلاص بالعدد 3 مرات؟ لانه كما جاء في حديث عن جرير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله احد حين يدخل منزله بعد الفقر عن هذا المنزل وعن جيران هذا المنزل. شوفوا يا جماعة لدرجة ايه. فعشان كده تقول قل هو الله احد 3 مرات بعد ما تخرج من المنزل وتدخل. طبعا كل الخطوات بتاعت الفايدة باذن الله هتلاقوني كاتبها في الوصف، عشان الناس اللي بتطلب مني وتقول لي يا عبد الله بعد اذنك الخطوات بتاعت الفايدة اكتبها لنا في الوصف، هتلاقوها مكتوبة في الوصف ان شاء الله يا جماعة. طيب بعد ما اقرا سوره قل هو الله احد 3 مرات، بعد ما طلعت من المنزل جيت ادخل، دخلت برجلي اليمين وقلت قل هو الله احد 3 مرات اللي هي سوره الاخلاص 3 مرات، اعمل ايه تاني يا عبد الله؟ هتقول الدعاء اللي انا قوله لك ده، ودي اخر حاجه في الفايده خالص يا جماعه، هتقول الدعاء اللي انا قوله لك ده 3 مرات بالظبط. طب ايه الدعاء يا عبد الله اللي انا هقوله وده اخر حاجه خالص يا جماعه؟ الدعاء يا جماعه هو اللهم ان كان رزقي في السماء فانزله، وان كان في الارض فاخرجه، وان كان في الارض فاخرجه، كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكسره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه. ده الدعاء يا جماعة اللي تقولوه بعد ما تقرأوا سورة قل هو الله أحد 3 مرات وانتوا داخلين المنزل. بإذن الله يا جماعة الفايدة دي لو انتوا عملتوها وطبقتوها بنفس الطريقة اللي انا قلتها، بإذن الله كل من كان عنده فقر أو عنده نوع من القرب أو عنده نوع من الحزن بإذن الله سيزال هذا الأمر. كل من تأخر زواجها أو كل من تأخر أو كل من كان لديه تعطيل في أمور حياته بإذن الله سيعالج الله هذا التعطيل. وبإذن الله يا جماعة على فكرة الفايدة دي قوية جدا، نواثق منها، لأن زي ما قلت لكم أنا عندما آتي بفايدة وأكتبها في القناة دي مسؤولية قدام ربنا، فأنا بعتمد على الروايات، بعتمد على أقوال العلماء. وطبعا زي ما قلت لكم يا جماعة باب المجربات الشرعية جائز، لأنني عندما قلت لكم قولوا الدعاء وقولوا كذا أنا بقول لكم يا جماعة قولوا بالقرآن، قولوا بالقرآن والسنة، أنا ما بجيبش حاجة أو كلمات غريبة. فأتمنى بإذن الله يا جماعة تفعلوا الفايدة دي، وبإذن الله أنا متيقن من سيفعلها وبكل الخطوات اللي قلتها يوم الجمعة أي حد عنده تعطيل في أمور حياته في أمور رزقه بإذن الله هذا التعطيل سيزال بإذن الله. وأسأل الله في نهاية الفيديو أن كل من يرى هذا الفيديو أن ربنا يحقق له كل اللي نفسه فيه ووصله كل أحلامه، وربنا يا رب يوفقكم ويوصلكم لكل أحلامكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.